هنا تشكيل فريق الجونه كابتن حماده، محمود الغرباوي في حراسه المرمى، باسم علي وعمرو السعداوي، وائل لؤي وائل ومحمد نجيب قلبي دفاع، نفس تشكيله المباراه الماضيه، اكرم توفيق ما عدا محمد محسن ليله على حساب سيرجي اكرم. التغييرات يمكن في الماتشين يمكن غير بس الباك ليفت السعداوي وحط السعداوي ليه لما كان اكرم، يمكن اكرم في حته بطء شويه في نص الملعب، كان في مشكله عندهم في نص الملعب. ليله يمكن عنده قدرات دفاعيه بشكل كويس وبيكمل قدام بشكل كويس. المباراه بالنسبه لجونه، جونه اتحط تحت ضغط كبير جدا بالهزيمتين في اول الدوري، محتاج فوز. جونه بيضم عناصر جيده جدا من اللاعبين وبيأدي بشكل كويس، ولكن النتيجه في الاخر خساره ماتشين. اكيد النهارده جونه بيلعب على المكسب، المقصه تشكيله بيلعب على المكسب. الجونه مش عايز يعاني زي بدايه السنه اللي فاتت عانى شويه في الاول، ولكن قدر يبقى موجود في مكانه كويسه. المقاصه بيلعب على الهدف المربع، اكيد مباراه زي دي بالنسبه له الثلاث نقط مهمه جدا بالنسبه له، عايز يفوز. يمكن هو فاز في المباراه الاولى، مباراه صعبه في اسوان. المباراه الثانيه كانت ضد الزمالك، كانت طبعا الزمالك بيلعب على البطوله، فنتيجه طبيعيه 1-0. فاكيد النهارده بيلعب على الثلاث نقط. انا عارف الوقت ضيق ودخلنا متاخر، فانا يعني خلينا نشوف.